هيثم عبيد، هيثم عبيد كجناح ايمن يوزع والهدف الاول، الهدف الاول على تاريخ نبيل معلول. ثلاثة دقائق لعب ونبيل معلول يفتتح النتيجة. نبيل معلول، نبيل معلول، هيثم عبيد، توزيع من هيثم عبيد، طويلة وتعدى الكرة أمام زياد والهدف، الهدف زياد التمثال في 34 دقيقة لعب. بسام، بسام يوزع بسام والهدف الثاني، زياد التمثال، زياد التمثال في 44 دقيقة لعب يسجل هدف.